أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وأصحابه وسلم سليما. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين، وسائر المسلمين يا رب بفضلك ومنك وكرمك وجودك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مع سلسلة في رحاب الحرم، وبعد أن تحدثنا عن الحلق في الحلقة الأولى على أن الله تعالى لا يضيع من جاور الحرم، والثانية على أن الله تبارك وتعالى سبحانه وجعل هذه الأمة هي أمة السعي والعمل والمشي في مناكب الأرض للإنتاج والعطاء حتى تكون أهلا لحمل الرسالة، والثالثة أن الله أعطاها سر الحياة وهو الماء، ماء زمزم ينبوع الخيرات والبركات الفياضة التي لا تنتهي إلى أن يشاء ربك سبحانه. الآن إن شاء الله تعالى في الحلقة الرابعة، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعاود الزيارة بين الفينة والأخرى إلى مكة ليطمئن على زوجه وعلى ولده إسماعيل. وفي مرة من المرات، وبينما بلغ الولد معه السعي، إذا به يرى في المنام أنه يذبحه. يا الله! وقد سجل الله تبارك وتعالى هذه الحادثة تسجيلا رائعا مباركا طيبا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبعد الابتلاء الأول وهو يشتاق على كبر سنه ليوهب الولد، يقول الله له: اذهب به إلى أرض غير ذي زرع واتركه هناك. واستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. وحينما بلغ السعي ورأى أن الولد إن شاء الله تعالى سيبلغ مبلغ الرجال وسيقف معه ويشد من أزره، إلا أن الله تعالى سبحانه عز وجل يفاجئه بهذا الأمر ويقول: إني أرى في المنام أني أذبحك. يا للبلاء! إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت ترى كيف يرد هذا الخطاب، يقول: يا بني. فهي عاطفة جياشة للأبوة نحو البنوة. ثم هو يستشير ابنه في أمر خطير. لو كان هذا الأب يريد تنفيذ أمر الله تعالى لكان يخاف على الولد أن لا ينفذ، فهو يأخذه بالحيلة. أما أن يأتي ليستشيره في أمر الذبح فهذا أمر عظيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. سبحانك ربي سبحانك. إني أرى فعل مضارع، كأنني أرى الآن، لأن رؤيا الأنبياء حق. فلم يقل إني رأيت، ولكن أرى أني متأكد أذبحك. ثم لو كان الأمر أيضا يكون هينا أقل من هذا لأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يلقيه من جبل أهون من أن يذبحه، أن يلقيه في بئر أهون من أن يذبحه. فالاختيار هو اختيار الذبح. الأمر يصعب حينما يذبحه هو. لو أمر أن يذبحه غير إبراهيم لهان الأمر، أن يؤمر هو بذبحه بيده لهان الأمر، ثم أن يذبحه هو وبحضور أمه أي زوجة إبراهيم هذا أمر أشد وأفظع. فجميع أنواع الشدائد في هذا الأمر جمعها الله لإبراهيم، وصدق الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي جمع له البلاء من جوهره وأوله وآخره وجمعه له، ووجد إبراهيم فعلا أتم أمر الله تعالى فلم يتلجلج صدره. ولذلك فهذا الأمر أمر الحرم هو أمر إبراهيم، وإبراهيم في قضية الحرم هو الاستسلام لرب الحرم. فجوهر الدين هو الاستسلام لأمر الله. ولو كان أمر الله يتعلق
بذبح الابن الذي طال اشتياق الوالد على كبر سنه أن يرزق، فلما رزق ذهب به إلى الأرض غير ذات زرع، فلما بلغ معه السعي أمره لا أن يلقيه من شاهق ولا في بئر، ولكن أن يذبح، ويذبح بيده وبحضور زوجته. الله أكبر، الله أكبر، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إنه تجسيد للشورى داخل الأسرة، فإن من عوامل النصر في الحرم، الحرم يجسد للأمة منهاج التمكين، فلا يمكن للأمة إذا غابت الشورى من أرض الحرم. إذا ظل الحكم استبداديا، وخاصة في هذه الأماكن، فاعلم أن النصر يتأخر بتأخر الشورى. كيف وهو يستشير ولده؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. انظروا إلى هذا الجواب. قال يا أبتي، هنا بقرب الكعبة، بقرب بيت الله، يا أبتي نحن في بيت الله الحرام، ولا زال ليبنى، كان مبنيا لكن كان قد تهدم، كل هذا ليتأسس البيت، لكن لا ينبغي أن يؤسس البيت حتى يؤسس من يعمر البيت، ولا يعمر البيت حق التعمير إلا من أسلم أمره لله. أما أن تدخل إلى البيت وقلبك مشغول بالدنيا والفتن، فهذا ليس بتعمير، إنه تعمير فقط بالأجساد لا بالأرواح. وفرق بين أن تعمر بيت الله بروحك وعقلك وفكرك وجوارحك، وأن تعمره فقط ذهابا وجيئا. قال افعل ما تؤمر. وانظروا إلى هذه التربية في هذه الأسرة المباركة، افعل ما تؤمر، أي ما أمرك الله سبحانه عز وجل، أي لا يريد أن يلفت الأب الابن للأب إلى مسألة الذبح، حتى لا يستصعب أمر الذبح، فكأن الولد يريد أن ييسر ذبحه هو على يد أبي، فيقول افعل ما تؤمر، أي أنت لا تنظر إلى مسألة الذبح، أنت ما أمرت به من قبل الله فعله، لا يهمك ماذا تفعل، المهم ما أمرت به من قبل فافعله. يا الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأخذه إلى هناك في رحاب الحرم إلى منى، وسنتقف في منى إن شاء الله، ونصور إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المواقف العظيمة الرائعة التي تسمى الجمرات. فذهب به إلى مكان الجمرة الكبرى فأضجعه. وانظر إلى هذه الصورة الرائعة من الاستسلام لأمر الله من قبل العائلة كلها. فيقول الولد لأبيه خوفا أن يتلجلج صدر الخليل وهو يقدم على ذبح فلذة كبده، فيقول يا أبتي أضجعني واجعل وجهي إلى التراب، فإنك إن ذبحتني وعيناي مسمرتان في عينيك أخشى أن تتحرك شفقة الأبوة في قلبك فتتردد في ذبحي. الله، فلما أسلم وتله للجبين. الله، وهنا جاء إبليس، عدو الله إبليس في الحرم، يريد أن يوقع العداوة والبغضاء حتى في الحرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم لإفساد عملكم، بالتحريش بينكم. يا الله، فيأتي إبليس فيقول لإبراهيم، يا إبراهيم أتريد أن تذبح ابنك بدعة لم يفعلها أحد من قبلك فقط برؤيا رأيتها؟ لو كان الأمر يتعلق بالذبح لنزل عليك وحي، فكيف تريد أن تنفذ مسألة ذبح الابن برؤيا؟ فلم يجبه، لا تلتفت إلى الشيطان، فأخذ سبع حصايات بين الفولة والحمصة وصار يخذف بهم الشيطان ويقذفه، ومع كل حجرة يسمي الله ويكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله، سبع مرات. ففر إبليس
إلى مكان الجمرة الوسطى، وهذه الجمرة الكبرى. وقد جسد إبليس كما سنرى في منى في صورة حجر، وأنت ترمي الحجر بحجر. سبحان من جعل حجرا في مكة يقبل وحجرا في منى يرجم، في عبادة واحدة تجمع بين تقبيل حجر ورجم حجر. تقبل حجرا لأنه علامة على يد الله في الأرض، وفاء بعهد الله تصافح هذا. وهناك في منى خارج الحرم أو بقرب الحرم ترجم حجرا آخر، لأن هذا الحجر يجسد إبليس الذي يريد أن يفسد عمرتك وحجك وعبادتك ويظل ملازما لك. يا الله، فيفر إبليس عند الجمرة الوسطى فيتحدث مع الأم في رواية، قل هذا زوجك إن كان يريد أن يذبح ولده لمجرد رؤية أفتتركينه؟ هل في الوجود امرأة تسلم ابنها لأبيه ليذبحه؟ ما هذا الذي تفعلون؟ فلم تجبه. يا للعائلة التي سكنت الحرم، نموذج العائلة التي بها ينصر الإسلام. يا الله، فحملت 7 حصيات كزوجها ورجمته، ففر إلى مكان جمر الصغرى. وهنا يوسوس لسيدنا إسماعيل ويقول: إذا وجد والدان يريدان ذبح ابنهما من دون خلق الله كلهم، أفترضى أن تذبح وتسلم نفسك؟ لماذا لا تفر؟ لماذا لا؟ فأخذ 7 حصيات ورجم، وإذا بالعائلة تجسد الاستسلام لأمر الحرم. هو الاستسلام لرب الحرم، فأنت في حرم الله، فينبغي أن تراقب ربك ولا تعصي ربك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هكذا فر إبليس بعد أن يأس من هذا الأمر إلى مكان يسمى الخيف، خاف واختفى. وهناك بني مسجد الخيف الذي صلى فيه أكثر من 1000 نبي في منى، في مسجد الخيف، وهو يجسد الانتصار الأسرى الطيبة المؤمنة على إبليس. وكان تجسيد انهزام إبليس أمام هذه العائلة هو ببناء بيت آخر يعبد فيه الله تعالى مع بيت الله الحرام. الله، ونفذ أمر الله تعالى بالذبح. والله لا يريد أن تذبح ابنك، إنما يريد أن يختبرك هل تسلم أمرك لله وتنفذ أم لا. ولذلك لما علم ربك صدق إقبال إبراهيم على ذبح الولد، وصدق إسماعيل في تسليم نفسه للذبح، وصدق هاجر عليها السلام في تسليم ولدها بطيب نفس وأريحية وكرم، قال الله تعالى سبحانه: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الصالحين. حتى رزقه الله تعالى غلاما آخر وهو إسحاق. فمنى في رحاب الحرم هي أرض الفداء، والفداء هو جزاء الاستسلام لأمر الله. ولذلك فإن جميع من يدخل منى ينبغي أن يستحضر هذه المواقف، وحينما يذهب لرجم هذه الجمرات يعلم أنه إنما يرجم رمز الشر وهو إبليس، حتى لا يكون له سلطان على إفساد العائلة وجماعة المسلمين والتفريق بينهم والحيلولة دون تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. وأنا أحب إن شاء الله من جميع من يدخل منى أن يقول هذا الدعاء: اللهم منان هذه منى مننت فيها على إسماعيل بالفداء من الذبح، فمن علينا بالعتق من النار. اللهم هذه منن
قد مننت فيها على إسماعيل بالفداء من الذبح، فمن علينا ونحن ندخلها بالعتق من النار يا عزيز يا غفار. هذه أرض منن. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى على وعلم.